تحية من القلب بوجهها لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطلع عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بالبداية بذكركم كون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. دائما بما الجديد منلاحق اخر الاحداث الصحيه والطبيه اللي عم بتصير بلبنان. طبعا هالموضوع مش بس هو موضوع محلي انما عالمي، موضوع السكري عم بيطال كل بيت كل عائله، والمشكل هو عدم الوعي الكامل عند الناس لحتى يكون في تعاون اكبر مع الاطباء. كل هالتفاصيل حنشوفها ضمن هالروبورتاج. لمناسبة اليوم العالمي للسكري عقدت الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد السم والسكري والدهنيات مؤتمر صحافي عرض خلاله رئيس الجمعية الدكتور إيميل عنديري بمشاركة المعنيين أبرز النشاطات اللي راح تقوم فيها الجمعية خلال تشرين الثاني. تحدث الدكتور أكرم أشتي رئيس البرنامج الوطني للسكري بوزارة الصحة عن الخدمات الصحية اللي بتقدمها وزارة الصحة لمرضى السكري وأبرز الاستشارات الطبية بمراكز الرعاية الأولية المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية إلى تأمين الأدوية للأمراض المزمنة ومن السكري من عقاقير طبية وأنسولين وحملات التوعية والتثقيف الصحي بهذه المراكز. النسب العالية لمرض السكري وبسبب المضاعفات الخطيرة التي قد تنجم عنه، في هناك عناية خاصة واهتمام بمرض السكري، والخدمات التي تقدم تشمل جملة من النقاط، منها وأولها الخدمات الصحية التي تقدم في كافة مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية من خلال الاستشارات الطبية، أطباء الموجودين في المراكز الصحية واللي بعضها تابع مباشرة لوزارة الصحة أو متعاقد مع وزارة الصحة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات الأهلية والخاصة، وأيضاً خلال توزيع الأدوية المزمنة بالأخص التي المرضى بحاجة أن يأخذوها بشكل دائم ومنتظم، ومن ضمنها أدوية علاج السكري إن كان العقاقير الطبية على شكل حبوب أو أيضاً أبر وحقن الإنسولين. واعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد السم والسكري والدهنيات دكتور إيميل عنديري أنه مرض السكري يزداد بالعالم وكذلك بلبنان والمنطقة العربية، وقد يصاب به في العام 2030 نحو 600 مليون شخص بالعالم. في بالعالم أكثر من 400 مليون مريض مصاب بداء السكري عم بيتطبب، وحسب المنظمة العالمية للسكري IDFB بتقول انه محتمل يصير العدد البروجكشن للمستقبل بال 2030 رح يصفوا 600 مليون شخص مصاب بمرض السكري عم بيتطبب بالعالم. الاخطر من هيك انه في مريض على اثنين معه سكري مش عارف حاله انه معه سكري. وتحدثت نائبة رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد السم والسكري والدهنيات دكتورة باولا عطلة عن أهمية التشخيص المبكر، أي معرفة من هم الأشخاص المعرضون وأبرزهم يلي بيعانوا من عوامل وراثية أو زيادة بالوزن مع قلة الحركة وأمراض القلب وارتفاع بضغط الدم والدهنيات وسوابق سكري الحمل ومشاكل تكيس المبايض وبعض العلاجات اللي بتؤدي إلى ارتفاع بنسبة السكر بالدم وغيرها، والوقاية اللي تتم من خلال فحص سنوي خصوصا بعد سن الأربعين. وأكدت مؤسسة ورئيس جمعية بيروت ماراثون السيدة ماي خليل أنه ما بين الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد السم والسكري والدهنيات وجمعية بيروت ماراثون شراكة وليس مجرد مشاركة. هون بدي حيي وزارة الصحة يلي من أول ما ابتدأنا كانت الشريك المثالي كمان معنا، وجمعية السكري وجودكم معنا هو كمان تأكيد أنه نحن عم بتصير يعني هالجمعية بلاتفورم للجمعيات حتى تعطي يمكن التوعية، والأهم من هيك إنه أهمية الرياضة اللي نحن بنقول إنه هي أرخص روشتة. وتحدثت عن دور المركز بالتوعية ومشاركته مع الجمعية العلمية للغدد السم والسكري بأحياء اليوم العالمي للسكري ممثلة مركز الرعاية الدائمة الدكتورة تريز أبو نصر. وكعضو بالاتحاد العالمي للسكري يلتزم المركز ككل عام الشعار المعتمد سنويا، وهذا العام هو عين على السكري. وبالنهاية إدارة المرض والعلاج لا يتمان من دون اعتماد الرياضة ونمط الحياة السليم، كذلك هذه السنة أكدوا الكل التزام الجمعية مع ماراثون بيروت
لنركض من أجل السكري ولتوعية المرضى على أهمية تزامن العلاج مع اعتماد الغذاء السليم وممارسة الرياضة. السكري مرض مزمن لازم تعيش معه بالطريقة الصحيحة. شو هي هالطريقة؟ شو هو هالمرض؟ شو هن عوارضه؟ التشخيص وأسبابه وعلاجاته والوقاية منه طبعا حنشوفهم ضمن انترفيو. بيسرنا استضيف بحلقة اليوم معي دكتور أميل عنديري. أهلا وسهلا فيك دكتور عنديري. حضرتك رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصماء السكري والدهنيات وأستاذ في كلية الطب بجامعة الكاثوليك، وحضرتك اختصاصي أمراض غدد صماء سكري ودهنيات. أهلا وسهلا فيك ضيف ببرنامجنا دكتور عنديري. يمكن كتار من الناس عم بيقولوا اليوم ليش عملنا هالحلقة خارج استوديو، مش بس نقينا مكان يلي موجود فيه شيء عن السكري، لا، لقينا انه اذا بنخرج خارج استوديو للطبيعه لمطرح بنشوف البحر، بنشوف الاخضر، يمكن حنشوفهم بعدين يمكن لما بنتجول انا وياك برا بس تخلص الحلقه، ولكن بهالمكان هيدا يمكن نقدر نعبر قديش مهم هالتمارين الرياضيه وهالسلام الداخلي يلي ممكن يعيشه الانسان بحياته اليوميه. اهلا وسهلا فيك دكتور عنديري. بالبدايه نحن بنعرف موضوع السكري هو مرض مزمن، وكل 6 ثواني دكتور بيموت انسان واحد بالعالم بمرض السكري. مزبوط. واليوم بتخيل حضرتكم كاطباء متخصصين وحضرتك كرئيس جمعيه، يعني بتخيل بين هلالين لازم نطلق صرخه الانذار يلي حقيقة لازم توصل لك البيت. مزبوط؟ مزبوط. نعم. اليوم قديش مدى انتشار مرض السكري ببلدنا؟ مرض السكري حضرتك تفضلتي وقلتي انه مرض مزمن، وصاير مرض السكري آفة العصر. صحيح. شيء غريب نحن ما بنستغربه، هيدا عصر التمدن بنسميه بين هلالين التمدن. قلة الحركة، أكل كتير. صحيح. المدخول زاد بالأكل على الجسم. صحيح. خف المصروف. مصروف. جدودنا كان ما كان في سيارات، كانوا يحرقوا. صحيح. مثلا ينزل من هون على شط البحر ليروح على بيروت يقعد نهار كامل مشي، اليوم بربع ساعة بثلث ساعة بتكون ببيروت. السرعة بالشي. أهم شيء بمرض السكري وانتشاره هو بدنا نعمل مثل بالانس، مثل ميزان بين المدخول وبين المصروف. الاكل كثير ومشعب وطيب وكل سنه اطيب من سنه، والمصروف خف. دكتور عنديري، اول سؤال بيسالوا الناس، طب يا دكتور ما كنا ناكل، شو بس هو الاكل له علاقه بالسكري؟ لا مش بس. ما في اشخاص عندهم سكري وهن كثير ضعاف يمكن وما بياكلوا بهالطريقه اللي عم نحكي عنها. هناك السكري من النوع الاول يلي البنكرياس بيوقف، ما بقى في انسولين، علاجه بالانسولين بنشوفه اجمالا عند الصبايا والشباب والاولاد. نعم. والسكري النوع الثاني هذا الاكثر شيوعا، يعني فينا نقول اليوم تقريبا 5 او 6 او 7% من مرض السكري من النوع الاول، وال95 او 93% من النوع الثاني، هذا الاكثر شيوعا. هذا النوع الثاني اللي بيتطلب حركه بدنيه للتمارين الرياضيه وتنظيم الاكل، مش معناتها نقعد بلا اكل. صحيح. ناكل الشيء الطيب، ما هون التوازن قلنا كفتين الميزان. مصروف. المدخول والمصروف. هيدا طيب دكتور، اليوم عم نشوف نوع ثاني عند الشباب كمان. نعم، في نوع ثاني مطلع منيح على الامور. حاليا النوع الثاني عم بيزيد عندنا اولاد 15 سنه. صحيح. بعمر 13 14 15، عم ببين معهم النوع الثاني اجمالا بيكونوا انصح من غيرهم بالاجمال. والنوع الثاني شو النوع الثاني؟ النوع الثاني بده المصروف، لازم يحركوا البنكرياس عم بيشتغل، في انسولين كافي لكن ما عم بيحرقوه مزبوط، وهالنوع الانسولين منه فعال، من هيك بيعلى السكر. والسكري مثل بلشتي لي انه ليش هالتوعيه، ليش هالحركه على هالسكري؟ لانه آفة العصر، مرض العصر، يعني من اخر اواخر القرن العشرين ولليوم عم بيزداد، وحسب الاحصائيات تبع الاي دي اف يعني المنظمه العالميه للسكري، بتقول هالاحصائيات بالعالم حاليا في 420 واكثر مليون شخص مصاب بالسكري،
بال 2025 رح يصيروا 600 مليون، يعني قريبا جدا بعد 7 من 10 سنوات، وبعدين رح ينضرب باثنين. واكثر مناطق مصابه عم تصاب بمرض السكري مناطق الشرق الاوسط وخاصه الخليج العربي. ليش دكتور؟ لانه ما في حركه. ليش؟ لانه الاكل طيب، اكثر من الاكل، والحركه قليله جدا، ولانه في عامل بيئي وعامل جيني وراثي، ولانه كمان ابن العم بيتجوز بنت عمه. صحيح، الاقارب زواج الاقرب، زواج الاقربه. صحيح، وبصير بالسلاله. في بلدان مش رح نسميها، بالخليج العربي واحد على اربعه معه سكري، 25%. من هيك عم تتكاثر مستوصفات السكري بالبلدان العربيه. وعيت اجى فائد العالم كله على مرض السكري. طيب دكتور، اليوم بعرف انه في وعي عند بعض الناس، وعند البعض الاخر بعده بيعمل مثل النعيم، بيحط راسه تحت التراب وما بدي حدا، لا بدي واجه ولا بدي حدا يعرف، كاني انا لانه انا مصاب بالسكري كانه شيء كثير عيب. بس اليوم دكتور، هلا رح ارجع احكي بتفاصيل التايب 2، ولكن خليني احكي عن شغله كثير مهمه. هي اليوم لطالما نحن الاعداد كثير عاليه والنسبه رح تزيد اكثر واكثر بعد سنين، يعني في ناس اكيد عندها استعداد، هون خطورة هالأشخاص هيدي إذا ما وصلوا للوعي الحقيقي أنهم يتوقوا لحتى أو يحدوا من نسبة تزايد هالديابات عندهم، أو حتى المحافظة على معدل، على مستوى معدل طبيعي. يعني من هون تصديقا لكلامك، المنظمة العالمية للسكري الIDF خصصت كل سنة نهار 14 تشرين الثاني سمته النهار العالمي للسكري. نعم. وكل سنه في تيم عليها، في بند رئيسي، وهو التوعيه. صحيح، توعيه العالم. والسنه تيم تبعه Eyes on Diabetes، يعني خلي عينك على السكري. صحيح، للتوعيه، لانه التوعيه والوقايه بتحمينا من السكري. ما دام السكري منه سرطان، منه مرض خبيث، السكري مرض مزمن، اللي بالتوعيه والحماية الباكرة والوقاية على بكير منعيش حياة طبيعية. صحيح. طيب دكتور، اليوم في أشخاص عندها استعداد، إن كان وراثي أو استعداد إذا بدنا حياتي، يعني عوامل خارجية عم بتساعد. نعم. لوجود هيدا السكري. طيب في أشخاص عندها الاستعداد بس ما عندها سكري، يعني عندها بريديابيت. أوكي، هون نحن بنحكي بعلاج وقائي لهالاشخاص. بين هلالين ليش عم بسال هذا السؤال؟ لانه اليوم مثل موضه، لما بنحكي عن تغيير اللون لاحمر بنقول هي موضه، بس لما بنقول ميتفورمين، هل بالنسبه لكم هي عن جد علاج وقائي، او مين ما سمع منا ميتفورمين ناخده لانه يمكن نعمل سكري لانه العدد عم بيزيد؟ عم تحكيني بالبري ديابيتس، يعني اللي عندهم استعداد، يعني صحيح. في بالوراثي سكري. أوكي. عندهم زياده وزن، هيدول اكثر شيء بتفحصي السكري على الريق بيطلع واطي، بيطلع 100. اوكي، 110. صح. بعد الاكل بساعتين بيكون 160 180. هن مش دارين. هون التوعيه، يعني هذا النهار العالمي للسكري. بعد الاكل لازم نفحص السكري، تعملي مخزون السكري يلي. نعم. بيسموه المخزون يلي هو معدل. صح. السكري على 3 اشهر. صحيح. مخزون السكري شو هو؟ تراكم للمويان الافريج تبع. صحيح. السكري على 3 اشهر. هو ماده من الايموجلوبين بالدم. مزبوط. تكمش السكر. اذا خلال 3 اشهر هالمريض علي معه السكري يوم من الايام، بيطلع المخزون عالي نتفه صغيره. هودي بهالطريقه هي فينا نراقب نحن مريض السكري. أوكي. وهون اهميه التوعيه على بكير. قلتي لي في علاج؟ ايه، لانه انعملت دراسات. نعم. عن هل البريدا يلي عندهم استعداد للسكري، يلي عملوا الحميه، حميه الاكل، حميه مع الرياضه بدون دواء، مع الرياضه البدنيه 3 مرات بالاسبوع. الاي دي اي بتقول 3 مرات بالاسبوع. بالاسبوع، وما تكون رياضه عنيفه، ونظموا الاكل باكل تنظيم سليم بدون ما يفوتوا الكربوهيدرات السريع، يعني. صحيح. السكر والحلو، بينما لازم ياكلوا النشويات، الرز والبطاطا والمعكرونه والطبخ. صحيح. والحمص بطحينه والمتبل وكله، وخبز. صحيح. ياكلوا هالشيء، هيدا منظم على 3 وجبات طعام بدون قفز وجبه تما يتعبوا البنكرياس ويلعب السكر. ونظموا هالحياه السليمه بالاكل، تلتن
راح منهم السكري، ما عملوا سكري بعدين، لأنه هي الدراسة تبعتهم على نعم. سنين. التلت بقيوا بري ديابيتيس، يعني يطل ويروح ويطل ويروح السكر، والتلت صاروا ديابيتيك. بينما إذا ما اتبعنا هالنظام الغذائي والرياضة البدنية الوسط بلش متعب كتير، إذا ما عملنا هالشي البري ديابيتيس بدهم يصيروا ديابيتيك. يعني دكتور عنديري، إذا اليوم أنا عندي استعداد للسكري وتوقيت عملت رياضة 3 مرات بالأسبوع منتظمة بدون إفور، بدون مجهود، مشي سريع مثلا خفيف، إذا أنا توقيت من ناحية الغذاء، عملت حمية غذائية، نظمت الغذاء مش في طيب حب تنظيم، نوعية حياتي تغيرت يعني من خلال الغذاء، بقدر حافظ على معدل سكر طبيعي. بتقدري تحافظي على معدل، وبيقدر يختفي السكري واحد على 3 بيروح السكري. اليوم حضرتك رئيس الجمعية مزبوط؟ نعم. شو اللي برأيك رح يتغير كل هالسنين؟ هو توعوا الناس أكثر على مفهوم حركوا بليز، اعملوا مجهود بليز، توقوا الأكل. ليكي اللبناني منه ملتزم، ما بيلتزم. ليش؟ عم نول نفس الحديث، نهار العالمي للسكري بنفس المناسبة حكينا وبدنا نحكي، وسنة الجاي لح نحكي، واللي بعدها لح نحكي، وما بين هاليوم العالمي للسكري خلال السنوات لح نضل نحكي. والأكثر من هيك، السنة كمان اللي تاني مرة مشتركين بالماراثون يوم الأحد، صحيح، نهار العالمي للسكري نحن عيناه السنة السبت 12 الشهر، صحيح، بأوتيل الحبتور. نعم. وداعيين عليه جميع المنظمات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء، لأن نحن تحت إشراف نقابة الأطباء، وجايبين 11 بروفيسور من أوروبا وأمريكا يحكونا، كل واحد يحكي 20 دقيقة أو 5 دقائق أسئلة عن هيدا الدواء السكري، هيدا مرض السكري، هيدا مفاعيل السكري، بما في العين على السكري، بما في كل هالأشياء. خلينا نتوقف دكتور إميل عنديري مع فاصل، من بعده بنرجع بنفوت بتفاصيل أكثر عن مرض السكري والوقاية منه والعلاجات الجديدة المتوفرة، وقديش ممكن تعطي أمل لهالمرض. أوكي. العهد بي عودة لكم مشاهدينا حتى نتابع المجلة الصحية مع ضيفنا دكتور إميل عنديري. برجع برحب فيك من جديد دكتور إميل، حضرتك رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الغدة الصماء السكري والذهنيات، اهلا وسهلا فيك بهالشهر يلي هو لازم يكون حقيقه بالتعاون مع حضرتكم توعيه لكل المواطنين حول مرض السكري وكيفيه التعايش معه بالطريقه الصحيحه، يلي دائما بقول بترفقها الابتسامه مش الحزن. دكتور إميل عنديري، بنعرف انه نشاطات عديده عم بتقوموا فيها، خليني فوت بالتفاصيل، خليني احكي معدل السكري اليوم للاشخاص تيعرفوا اكثر. اذا رحنا تنعمل هالفحص السكري على الريق قديش لازم يكون؟ شوفي معنى ما تقلل لي اياه. نو في الاي دي اي، يعني الامريكان دايابيتيك اسوسيشن عطيت نورم، وفي مؤسسات عطي كلها نورم، هلا مش رح تفرق بين مؤسسه ومؤسسه، بس اجمالا نعم شخص عادي بيروح معه سكري اذا عنده شيء من هالثلاث معطيات. اوكي. عريق بين نسبة السكري عند الإنسان العادي بين 80 و110 ملي جرام بر ديسيليتر. نورمال هيدا؟ هذا نورمال. أوكي. قالوا فوق 100، كانوا يقولوا فوق 120. أوكي. بالأول قالوا فوق 126 ملي جرام حسب الـ ADA. أوكي. هلا عم بينزلوا شوي بين 80 و110، يعني هيدا. أو المعطيات الثانية، النورم الثانية بعد الأكل بساعتين أكثر من 140 ملي جرام بر ديسيليتر. كانت 160، هلا عم بيشدوا اكثر. طيب مش تيضوا على البري ديابيتس، على اللي عندهم ايه، بس ما كل ما عم بيشدوا اكثر كل ما عم بيظهر اكثر ناس عندهم ديابيت. اكيد اكيد. واللي بدي اقول لك يعني بكره بينزلوا لنا 90 بيطلع كلنا لا عنا. لا 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 مش هيك، لا 190 و110 هيدا ما حدا. والمعطيات الثالثه هي مخزون السكر. اوكي. لازم يكون اقل من 7، لازم يكون اقل من 6.5. اقل من 6.5 الانسان العادي. العادي معه سكري اذا صار المخزون اكثر من 6.5 اكيد بنعمله مرتين تنتاكد
ما حدا معصوم من الغلط طبعا. مرتين من عيد الفحص، من عيد الفاستنج على الريق مرتين وثلاثة وفحص سهل جدا يعني. نعم. مشي. وبعد الأكل بساعتين بكفي نعمل فحص من هولي، بس يطلع زايد عن هالشي هذا صار بري ديابيتي، صار عنده استعداد للسكري. هلا اذا فحص يا ما في عالم عم تفحص السكري وقت اللي بنعمل اويرنس وسكرينينج حملات صحيح. حملات التوعيه بنشوف معه 250 على الريق ومش عارف حاله. هذا بدي اوصل له يعني ما في عوارض لمرض السكري؟ ما له عوارض. في كثير مرض سكري مصابين بالسكري ما عندهم عوارض، اي متى بتظهر العوارض؟ بس يتقدم وقت اللي بصير ب 300 على الريق و 400 سكري. يعني ما بنشوف كثره التبول بالبدايه، ما بنشوف نشاف الفم بالبدايه، ما بنشوف ضعف بالبدايه. اوقات بنشوف على 200 مثلا 250، بس اوقات ما فيش ولا علامه. ومعروف الاحصاءات العالميه مش بس بلبنان، وقت اللي بنشوف نحن بعياداتنا المريض السكري لاول مره في منهم 20% مضروب عيونهم من السكري صحيح. بالاول عند اول معاينه صحيح. في 30% مضروب العصب بيوجعون اجريهم صحيح. في حوالي ال 20 30 ما عندي الاحصاء المضبوط، بين 30 او 40% ديجا ضرب صار في عندهم طرف زلال، يعني بلشت الكلوه. لانه السكري شو بيعمل؟ ما هو بس نفكر اذا بنشوف الاصل كيف شو السكري؟ هالسكر زايد نسبة بالدم زايد شوي ونحن مش عارفين، ما هيك؟ صحيح. شو بيصير؟ هالسكر بيصير فيه سماكة بالشرايين وتصلب بالشرايين. مظبوط. بقى شو اي شرايين بتسكر قبل غيرها؟ بتتأثر اكثر. المنطق هي الشرايين الرفيعة. اكيد. شبكة العيون الشريان بغذي الشبكة، الكاميرا اللي بتصور. مظبوط. شبكة العيون الشريان بيرفع الشعرة. صحيح. عشان هيك بتأثروا العيون. الكلي تاني شيء. من هيك بنوصل لغسيل الكلي بدون ما ننتبه. صحيح. الكلي فلتر، شرايين اللي بتبدل الفلتر قد الشعره، هو ارفع شيء. طيب. بعدين القلب والجرح القلبي. صحيح. وبعدين الاجرين وبتر الاجرين والبتر والكذا. طيب. كذا. دكتور اميل عنديري، اليوم نحن بنعرف انه عم بيكون في حملات بكل المناطق. نعم. اليوم بتشددوا على انه عم بعدنا مقصرين. وبعدكم مقصرين؟ لازم نعمل اكثر. اكثر؟ نعم. وليه مقصرين؟ لانه عم نجرب قد ما بنقدر، بدنا مؤسسات تساعدنا. طيب، اليوم هل من الممكن انه مش نقنع، نجرب نوعي الناس او كل عائله انه يكون عندها هالمكنه يلي بتفحص فيها السكري، هيك على القليله بتبطل عندها الخوف اني انا اقصد اعمل فحص السكري وما بعرف شو نتيجه، هيك يمكن شوي شوي بتتعود انه يصير عندها الفحص الذاتي، مثل ما المراه بتعمل فحص الذاتي للثدي، صار عندها وعي اكثر تعمل ماموغرافي، انه اكثر نقنع الناس انتم قاعدين ببيتكم بهيدا الوقت خذوا اعملوا هالفحص السكري، اريح لكم، يمكن ما في ناس شايفه، ما بتعرف الناس، انه مثل ما بضل عندنا هالتابو انه نخبر عنه. فكره حلوه. هيدي الأجهزة صارت سهلة كتير وقليلة الثمن، يعني ماشي صحيح ب 30 40 دولار 50 دولار بتجيبي مكنة سهلة كتير صحيح. بس تنقعد نقول حطوا بكل عائلة جهاز منهم بيقدروا، بس ما بدنا نعمله بعبع، ما بدنا نخوف أوكي. العالم أوكي. بس العائلة يلي في حدا بالوراثي عنده معه سكري لازم يكون الجهاز موجود بهالعائلة. على الأقل جهاز مش بس جهاز ونتفرج عليه، نفحص مره على الريق مره بعد الاكل بساعتين، ما بتكلف شيء يعني. رح اسالك سؤال دكتور عنديري، وانا بعتز انه حضرتك ضيف معي وبعرفك قديش صادق وصريح وبتواجه اي حدا كرمال صحه الانسان. اليوم نحن بنعرف بغير، اذا بدنا نساوي حالنا بغير بلدان بنلاقي حالنا كثير الدوله مقصره تجاهنا. اليوم بنعرف انه علاجات السكري وخاصه الانسولين هي عن جد غاليه للاشخاص، في حبوب اغلى من الانسولين، وكمان في الحبوب هي اغلى من الانسولين جديدة. ومش كل الناس عم تقدر تحصل عليها، وكانه صارت العلاجات للغني مش للفقير. اوكي، مع احترامي لوزاره الصحه اللي عم تغطي يمكن قسم كبير، ولكن بعد في نقص كثير كبير. ليش اليوم ما زال الفاكسين ببلد عربي مجاور مقدمينه للمواطنين؟ في علاجات للعيون مقدمتها الدولة للمواطنين، ليش نحن بعدنا مقصرين ومش عم نساعد هالمواطن ده حقيقة اللي عباله يتعالج ومش قادر؟ مدام فتحتي الجرح بدي جاوبك، بدك تعطيني خمس دقايق. تفضل. معلش خمس دقايق من وقتي. ما الحلقة كلها لألك. تسلم. لمرض السكري، لأنه بيعيشوا حياة طبيعية، منوش سرطان بالرغم. صحيح. هيدا السؤال يلي ضربتي فيه على الوتر الحساس. مريض السكري ببلدان العالم
المتقدمة بباريس مثلا، أنا بصير لي بروح دائما وحتى بطبب وقت هنيك وبيجي ما بيدفع أجرة الحكيم، ما بيشتري، ما بيدفع حق الدواء، ما بيدفع ثمن الدواء. صحيح. معه ورقة فيها ثلاث أقسام، قسم بيضل معه، قسم بيعطيه للطبيب، قسم بيعطيه للصيدلي. هالورقة آخر كل شهر مؤسسة الضمان والتعاونيات والمتويال والأسيرانسات برا بفرنسا بيجي تحويل مصرفي على حسابنا بالمصر، لا على حساب الطبيب، آخر الشهر تيجي معاينة المريض يلي هي 4-5 مرات أغلى من المعاينة بلبنان نسبة لليورو وللدولار. مش عم نحكي بهيدا. المريض بلبنان وبس يمرق 3 أشهر على العلاج بيبعتوا له مكتوب او بيذكروا اس ام اس. صحيح. عندك صدق. مراجعه مع الطبيب ايميل عنديري مثلا، معك اسبوع، اذا ما رحت بنوقف الاعاشه. لانه عملوا حساباتهم انه المريض اللي منظم والسكري واطي معه ما رح يعمل طبعاً. عم عيون طبعاً. بتر اجرين طبعاً. وغسيل كلي وجرحه قلبيه واخرتها. اوفر على هالمؤسسات اللي بتساعد، على اوفر على الضمان والتعاونيات والمنظمات بتساعد والاسيرانسات، اوفر بكثير. اكيد. يروح 4 مرات بالسنه كل 3 اشهر ويساوي المخزون وكذا. صحيح. عن طبيبه. صحيح. بلبنان شو عم يصير بلبنان؟ حدث ولا حرج. معلش لحكون صريح. تفضل. اكيد. انا الله يعين مريض السكري بلبنان، مسكين مريض السكري بلبنان، ما حدا بيطلع فيه. اذا معه مصاري وسمين شوي بيتحكم على الأطول. صحيح. اذا ما معه بده يدفع معاينة الطبيب، وهون بينه وبين الطبيب. صح. إنساني مش إنساني، بيراعي طبعاً. ما بيراعي طبعاً. في أطباء أغلب مهني حرة الطب. صحيح. كمان الطبيب بده ياخد أتعابه، بيحق له اللي بالفرن وقت بيعطيك ربطة خبز بياخد حقه. طبعاً. شو في سعر كل شيء بسعره طبعاً. بس في أطباء نحن من سير يتامى وأرامل. صحيح. وخاصة أنا ما بيكون مريض عم يجي لعندك كذا مرة بده يعمل تحاليل، بده يسوي تحليل كل 3 أشهر. هالتحاليل بتكلف بين $100 و$200 كل 3 أشهر. بده ياخد أدوية وكل سنة عم بيطلع أدوية جديدة وعم تحسن من عواقب السكري. اليوم في دواء مثلا، في أدوية طالعة جديد، ثمن علبة الدواء على شهر $100 مثلا. في أنسولين بأكثر من $100 حتى، يعني العلاج وفي أنسولين $20. صح. وفي أدوية $5. صح. مع الطبيب هو اللي بيرقى الشيء. بس كمان دكتور اوقات في هذا الدواء ما بيناسب هذا المريض، بده يغير له دواء ثاني. هيدي بترجع للطبيب. صحيح. هون طبيب السكري. صحيح. مش عم نحكي علميا، خلينا نحكي الواقع. سالتيني عن مريض السكري ليش ما بتساعد الدواء. نعم. بقى برا مؤسسات الضامنه والدول هي بتتحمل هالشيء، وببعض الدول العربيه كمان نفس الشيء، عندهم مستوصفات مجانيه الدوله على حساب الدوله صايره. بلبنان عم نحكي واقعنا المؤلم بلبنان، بيقدم وراء اذا عنده ضمان او عنده تعاونيه، من الساعه 6 الصبح بينطر دوره قدام مركز الضمان، تقدم وصفه الحكيم ووصفه المختبر بشي 300,000-400,000 ليرة. بس بينطر ساعتين 3-4 بيوصل. تفضل استاذ، بفوت بيقول له ليك هذا، تاكد لي من امضاء الحكيم، روح خلي يحط ختمه على الورقه. بيرده تيرجع بعد اسبوع بيجي، يا ما عم ترجع اوراق لعنا الامضى شاد الاسم، اذا شد الحكيم ايده او اذا مرت عمل كأنه او شحطه على الورق. صحيح. يعني عم بيخترعوا اشياء تيعرق له اكزاكتلي تيعرق له المريض. يا حرام على المريض، بيجي عم يبكي. اذا عنده اسيورانس بيقول لي، بكون عم اقول له عندك اسيورانس، بنحكي مع المريض. حكيم اوعى تقول انه معي سكري. ليش يا حبيبي؟ بيشطبوني من الاسيرانس ما بياخذوني او بيغلوا عليه. ليه هالذل؟ ليه وين المسؤوليه؟ ليش هالذل لمريض السكري؟ صحيح. مذنب مريض السكري؟ صحيح. عامل شيء علي؟ عامل شيء جريمه؟ صحيح. مش حرام؟ وخاصه انه اذا تحكم رح يعيش حياه طبيعيه. هيدا الواقع بلبنان، وهذا اللي عم نضوي عليه، وهذا اللي عم نضوي عليه بالنهار العالمي للسكري، وهذا اللي بنضل ننادي فيه. ومن هيك اليوم نتامل خير ان شاء الله، لانه صار في بوزاره الصحه، أنا كنت أقول أين وزارة الصحة؟ أين وزارة الشؤون الاجتماعية؟ أين المؤسسات الضامنة؟ أين الدولة؟ اليوم نتأمل مع العهد في صار في بوزارة الصحة البرنامج الوطني للسكري. صحيح. ومدير البرنامج الوطني طبيب سكري. صحيح. وزميلنا وصاحبنا وحبيب قلبنا. صحيح. إن
ان شاء الله يطلع بايده ونحن معه لنساعده لمساعده هالمريض ولمساعده برامج توعيه. وعم بلش نحط مع الوزاره مع المديريه برامج للتوعيه بكل المناطق. حلو. عندي دكتور سؤال اخير قبل ما انتقل لاخر فقره وتعطي نصيحتك للمشاهدين. هو اليوم مع العلاجات اللي عم نشوفها بعدنا عم نشوف هبوط سكر كثير؟ نعم، هبوط السكر اخطر من علو السكر، خطر مثل علو السكر. هون الفن الطبيب السكري انه يرجلج ويدوزن وينظم المريض. اوكي. ويوعي المريض انه اذا بدك تعمل رياضه بدك تخفف اذا كذا، ان كان من النوع الاول يلي عنده هبوط اكثر من النوع الثاني، او من النوع الثاني يلي علاجه اسهل من النوع الاول، يعني مش عم يعمل انسولين او عم يعمل انسولين مع الحبوب مع الادويه بقى اسهل شوي. هون التوعيه تبع هبوط السكري بيقدر يسبب نزيف بالعين. صحيح. والعين مثلا. صحيح. بقى مريض السكر لازم نحن نوعي انه لا علو ولا هبوط. هل الله خلق لنا البنكرياس كمبيوتر. صحيح. هو بينظم لحد اليوم ل 2016 ما لقينا كمبيوتر محل البنكرياس ينظم. صحيح. مشان هيك عم نوقع بهيدي الفجوه. ادويه، في ادويه بتنشط البنكرياس. صحيح. في ادويه بتروح السكر. وقت تضطروا تكونوا اجريسيف لحتى وبذات الوقت بنشوف انه في ناس عم. معي دقيقه احكيكي بشغله صغيره. يلا تفضل. 2000 سنة قبل المسيح بأيام الفراعنة كان يقول لهم بروفيسور الطب أستاذ طب يقول لهم للتلاميذ يقولوا له جينا مريض الفلاني عم بيضعف عم يبول كتير نحيل أنجأ يوقف. أوكي. يقول لهم للتلاميذ ذوقوا البول. ذوقوا البول؟ إيه شربوا البول ذوقوا البول. شو يطلع؟ طعمة البول. إذا قال له البول طعمته سكر يقول لهم اتركوا يروح يموت بالبيت. اليوم اخر علاجات ظهرت للسكري. شو بكون طعمة البول؟ عم بتزيد السكر بالبول. بالبول صح. عم بتهرب السكر مزبوط من الدم بتحطه بالبول. صح. الهوني يورين. صح. يعني البول العسلي طعمته عسل. مزبوط. وهذا من اخر علاجات طلعت. ما سالتيني شو اخر علاج؟ هذا اخر علاجات طلعت هلا وفعال بشكل. صحيح. بقى بالنسبه لبقيه يعني كل سنتين ثلاثه عم بيظهر علاج جديد للسكري. دكتور عندني بنهايه حوارنا وبعرف عن موضوع السكري ما بينتهي الحديث عنه، ان شاء الله بنرجع بنشوفك ضيف وبنحكي عن النشاطات الاخرى ان الله راد وعن النشاطات خلال السنه، لانه مثل ما سبق وذكرت رح يكون في تعاون مع وزاره الصحه وما رح يكون في وقفه او هدنه لهيدا المشروع هيدا. شو النصيحه الاخيره اللي بتعطيها للمشاهدين؟ للمريض للناس اللي عم تنهي النصيحه بقول لهم انه مرض السكري منه خطر. صحيح. مرض السكري ما بيموت. صحيح. مرض السكري منه مرض خبيث، بس مرض السكري بده انتباه. واي. بده حمايه، بده يفكر شو عم ياكل. مثابرة. هون الصعوبه. صحيح. مدى الحياه. صحيح. بده متابعه. هيدا ميزان بين الاكل وبين حركه البلع الجسم. صحيح. وبين الدواء ومتابعه التحاليل. طبعا عندنا مرضى عم نشوفها مره كل 5 سنين بدون اي تحليل ومخزون السكر 12 و13% بلبنان مسموحة هي؟ على امل على عهدك دكتور على امل على عهدك بهالجمعيه دكتور عنديري، عن جد كل هالامال اللي حاططها وهل عن جد المحبه اذا بدنا نحكي عن الاندفاع اللي عندك هيك كرمال مرضى السكري يتحقق مع كل زملائك الموجودين معك ضمن هالجمعيه. شكرا لك. برجع بذكر حضرتك دكتور عنديري رئيس الجمعيه اللبنانيه لامراض الغدد الصماء والسكري. بتمنى لك بقية نهار ممتع ويعطيك ألف عافية. شكرا لك ويعطيكم أجركم. وسائل الإعلام من أهم وسائل تنوصل الخبر للمرضى وجبتنا. لخير المريض. شكرا لك دكتور. شكرا لك. مشاهدينا لهم تنتهي حلقتنا، بذكركم كون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر إيميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم.
بالمرض يلي صابه، بس كمان في شغله كثير اساسيه انه هو ما وصل لهون فجاه، عرفتي يعني اخذت معه كثير وقت توصل لهون، وممكن يكون احد الاسباب انه هو اهمال، ممكن يكون هو في اراده مش يعني ما عنده اراده توصل حاله لهون، ضل عم بيزعبر بالاكل، ضل مش عم ينتبه. هي مشكله يعني باول المرض ما بتعودي تعطي هالقد اهميه، بتصير بتستلش بتفكر انه هو اهم شيء اول مرض، اول مرض لانه مثلا ممكن يكون